لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 43، وعنوان حلقتنا النهاردة جهل الجارية أفضل من علم شيخ الأزهر. وطبعا زي ما تابعتونا حضراتكم في الحلقات اللي فاتت إننا تكلمنا عن موقف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب عن سؤال أين الله، وشوف مع بعض الفيديو اللي جاي هيقول لنا إيه. طب امتدادا يا مولانا لهذه الأسئلة الوجودية، قد يسأل ملحد أين هو الله؟ أين هو؟ يا سيدي تسأل برضو نفس الشيء، هذا السؤال يتعلق بالموجود الذي لابد له من مكان وزمان ووقت وبدء ونهاية. الموجود الذي له هذه الصفات تسألني عنه، يعني المحاط بهذه الصفات أو هذه السمات الوجودية، بهذه التحديدات بهذه التحديدات، هنا يصح السؤال. وزي ما شفت معركة أين الله بالنسبة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مع رسول الإسلام نفسه، لأن السؤال ده يتسأل لو الله محدود بمكان وزمان وبداية ونهاية، وإحنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل في الحلقات اللي فاتت، ونواصل مع بعض. الشيخ الأزهر هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. لكن الموجود الذي يتعالى على المكان ويتعالى على الزمان، الموجود الذي خلق المكان والذي خلق الزمان، منطقيا لا تستطيع أن تقول له أين مكانه. وطبعا زي ما لاحظت حضراتكم أن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب متضايق جدا من سؤال أين الله اللي سأله رسول الإسلام الجارية، ويقول أن مش من حق رسول الإسلام أنه يسأل السؤال ده. وهنقول لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، طيب إحنا هنفترض إن كلامك ده صحيح، لكن مش ملاحظ يا شيخ الأزهر يا دكتور أحمد الطيب إن أي سؤال ليه جواب، وإن رسول الإسلام ما سألش نفسه أين الله بس، لأ ده الرسول سأل الجارية اللي جاوبت نفس السؤال اللي مش عاجبك وقالت إن الله في السماء. وخلينا نشوف شيخ الأزهر هيدي مبرر للجارية ويقول هي قالت كده ليه في الفيديو اللي جاي. إنما يعني فطر الإنسان أو يعني الأديان علمته أن حين يدعو الله أن يرفع يديه أو يرفع وجهه، يعني التصور التقليدي عند معظم البشر أن الله فوق، يعني الله في السماء، لأن جهة الفوق هي جهة العلو وهي الجهة الأنسب. زي ما شفت حضراتكم معايا في الفيديو اللي فات مدى رقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لما علق على جواب الجارية ويقول دي جاوبت بالفطرة، يعني بشكل عفوي أو تلقائي، يعني بيقصد إنها إنسانة جهلة. وهنا في سؤال مهم يا شيخ الأزهر، لو كانت الجارية إنسانة جهلة فيبقى رسول الإسلام اللي أقرها على جهلها جهل زيها، ونشوف هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. فإذا أن تقول أين الله، هو النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية التي أراد يعني جاءت تسلم فقالها أين الله، فقالت في السماء، فقال أنها مؤمنة. يعني الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيتعاطف مع الجارية اللي هي حسب كلام شيخ الأزهر اللي يدوب أسلمت وبيحاول يلاقي لها الأعذار على جوابها اللي مش عاجبه. في نفس الوقت الجواب اللي مش عاجب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رسول الإسلام قبله وحكمه على الجارية إنها مؤمنة. وهنشوف مع حضراتكم تعليق مقدم البرنامج على كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. التعليق ده بيعتبر كارثة بكل المقاييس، والغريب ان الشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب اللي يعتبر يعني الامام الاكبر وشيخ الازهر بيتقبل تعليق مقدم البرنامج. مش كده وبس، لا ده بيبرر الكارثه العقديه اللي قالها مقدم البرنامج، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. يعني التصور التقليدي عند معظم البشر أن الله فوق، يعني الله في السماء، لأن جهة الفوق هي جهة العلو وهي الجهة الأنسب. يعني مقدم البرنامج لما سمع الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو متشحتف وبيدافع عن الجارية، قال لما أقول كده إن جواب الجارية إن الله في السماء ده تصور تقليدي. وتصور تقليدي يعني حاجة من تقاليد المجتمع، يعني حاجة زي الفولكلور الشعبي، يعني أساطير وحكايات وحواديت. الله في السماء دي حواديت وحكايات وفولكلور شعبي. الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول لمقدم البرنامج نعم تصور تقليدي. تصوروا حضراتكم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول إن الله في السماء ده عبارة عن حواديت وفولكلور شعبي
والناس يعني ورثوها وفهموا منها ان جهة فوق وجهة العلو هي الانسب لله. المشكلة ان شيخ الازهر الدكتور احمد طيب مش بيوافق مقدم البرنامج وبس، لا ده كمان بيشرح كلامه. والمشكلة الاكبر ان شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب اول كلامه في نفس الدقيقة كان بيقول ايه؟ فطرة الانسان، او يعني الاديان علمته ان حين يدعو الله ان يرفع يده او يرفع وجهه. خلينا نشوف مع بعض بيشرح كلام مقدم البرنامج ازاي في الفيديو اللي كان. إنما يعني فطر الإنسان، أو يعني الأديان علمته أن حين يدعو الله أن يرفع يديه أو يرفع وجهه. يعني الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في أول كلامه في بداية الدقيقة بيقول إن فطرة الإنسان والأديان، وأنا عاوزة من اللي بيسمعني يحط 100 خط تحت كلمة الأديان اللي قالها شيخ الأزهر، ويراجع الحلقتين اللي فاتوا لما كان بيتكلم عن الديانة البوذية. شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول إن فطرة الإنسان والأديان هي اللي علمت الإنسان إنه يرفع يديه أو يرفع وجهه للسماء. وبعدها بثانية لما مقدم البرنامج قال له ده تصور تقليدي، المفروض إيه؟ المفروض إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يقول لمقدم البرنامج مفيش حاجة اسمها تصور تقليدي، دي فطرة أو فطرة الفطرة أو والأديان اللي علمت الإنسان يعمل كده. لكن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قلب البوصلة 180 درجة وقال مع مقدم البرنامج نعم تصور تقليدي. وطبعا التناقض مش غريب على شخصية شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب، أو يعني حتى على المذهب الأشعري عموما. وأكبر دليل هي إيه؟ هي معرفة أين الله اللي احنا بنتكلم فيها. ونلاحظ إن الأشاعرة بيقولوا كلام والشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول كلام عكس الكلام اللي بيقوله الأشاعرة. وإحنا أثبتنا التناقض ده في حلقات كتير قبل كده، وهنفكركم مثلاً بتناقض واحد وخلينا نفتكر مع بعض في الفيديو اللي جاي. إن الكلام اللي هو القرآن بمعنى أنه المعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي حخاطبه ده قديم، لكن الحروف اللي نزلت اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوقة. وزي ما شفتوا كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وإن التناقض أصل من أصول المذهب الأشعري في كل ثوابت الإسلامية، كلام الله نصه مخلوق ونصه مش مخلوق. احنا مش بنقول ان القرآن كله مخلوق ومش بنقول ان القرآن كله قديم، يعني من ده على ده. ونشوف هيكمل يقول ايه في الفيديو اللي جاي. فلا هو قال ان القرآن كله مخلوق ولا ان القرآن كله حادث او قديم او ازلي. وزي ما شفت شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب بيقول فلا هو قال ان القرآن كله مخلوق ولا القرآن كله قديم او ازلي. التناقض ده في كلام الله. فلما يجي سؤال اين بين قوسين ذات الله، شفنا نفس التناقض. وركزوا معايا في تناقض كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب في الفيديو اللي جاي. إنما يعني فطر الإنسان، أو يعني الأديان علمته أن حين يدعو الله أن يرفع يديه أو يرفع وجهه. يعني التصور التقليدي عند معظم البشر أن الله فوق، يعني الله في السماء، لأن جهة الفوق هي جهة العلو وهي الجهة الأنسب. وزي ما شفتوا الشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن فطرة الإنسان أو الأديان علمت الإنسان إنه يرفع إيده أو يرفع وجهه لجهة العلو لأنها هي الأنسب. وسؤالي للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب، جهة العلو الأنسب لمين؟ للتصور التقليدي اللي اخترعه الناس لأنهم عاوزين يتصوروا إن الله في العلو، فاخترعوا عقيدة تتناسب مع تصورهم التقليدي، ولا الأنسب لله؟ يعني الناس قالوا لا احنا كده يعني اجتمعنا وقررنا يا الله ان جهة الأنسب ليك تكون في العلو. المشكلة ان القرآن اللي بيقول عليه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب انه مخلوق ومش مخلوق، القرآن ده هو اللي بيثبت لله صفة العلو بالنص. والمفروض ان الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، يعني المفروض بحكم منصبه الديني، ما يقولش لمقدم البرنامج ده تصور تقليدي والناس اجتمعوا وقرروا ان الله يكون فوق احسن، مصلحة ربنا ان يكون في جهة فوق. والمفروض على الاقل يا شيخ الازهر يا دكتور احمد الطيب انك تستشهد بالنص اللي في القرآن، مش تقول فطرة الانسان او الاديان علمت الانسان انه يرفع يديه او يرفع وجهه لجهة العلو لانها هي الانسب، وسايب نصوص القرآن خالص ومش بتحاول تصحح لمقدم البرنامج معلوماته. لا ده انت بتأكد كلامه والتناقض في الجملة وعكسها في نفس الوقت. الأديان علمته بس هو الله في السماء ده تصور تقليدي،
كل التخبط ده علشان مش عاجبك سؤال رسول الإسلام للجارية أين الله، والجارية لما جاوبت رسول الإسلام أقر جوابها. لكن زي ما قلت لحضراتكم إن المذهب الأشعري كلامه كله متناقض، فمش حاجة يعني غريبة على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن كلامه هو كمان بنفسه يكون متناقض. وتابعوني في الحلقة الجاية مع مفاجأة جديدة مع مجلة الأزهر، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.